صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح للإمام أن يقول للمصلين اغفلوا جوالاتكم بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟ نعم، لكن إذا صار الإمام يقول لهم غلقوا جوالاتهم ولا من الصف يصوت جواله، وهذا وقع كثيرا، هذا وقع كثيرا. الواجب أنه هو يغلق جواله أول لئلا يفتضح أمامهم. نعم.